فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يقوم بتقصير اللحية من أجل أن يكون شعرها متساويا؟ لا، اللحية لا يتعرض لها. أعفو اللحى، والعفاء معناه تركها، عدم التعرض لها، لا بتعديل ولا بقص ولا بنتف ولا بحلق ولا غير ذلك. أعفوا، اتركوها، أرسلوا اللحى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.